عمل ونشاط، تعاون محبة، حياتنا ملؤها الآمال. عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الآمال. أشبال لا 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 لا. نحب المرح والجد في الحياة، ننشد النجاح في الأعمال. في طريقنا تحلو المغامرات، نحن في دروبها أبطال. أشبال عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الآمال. لا 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 لا. لنا في كل مجال مغامرات تداعب الخيال، أتاحتها لنا بلا جدال متعة الأسفار والتجوال. أشبال ها؟ وصلناها. هو جبل طارق بن زياد، ولكن هذا الاسم عربي. لقد سمي هذا الجبل باسم قائد مسلم مشهور هو طارق بن زياد، وذلك حين فتح إسبانيا في القرن الثامن الميلادي، نزل المسلمون إلى هذه الأراضي بقيادته. أشعلوا النيران بالسفن يا رجال. أيها الناس، البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم ملجأ إلا الله. وهكذا أراد طارق أن يفهم جنوده ألا مفر من الفتح. إذا كانت إسبانيا دولة مسلمة، ولكن متى تغيرت؟ لقد انتزعت إسبانيا من المسلمين في القرن الخامس عشر. كيف لنا أن نثق بهذه المعلومات يا ممتاز؟ من هذا؟ أنا أقرأ وأنت تأكل. لقد أنهينا إجراءات السفر، وباستطاعتنا الآن أن نبدأ جولتنا الكشفية. سنقوم بالتعرف على إسبانيا كلها. ها هي إسبانيا، أرض معطاءة خدمت دولة الأندلس المسلمة مدة 600 عام. كانت أرضها كريمة بالنسبة إلى المسلمين، فقام المسلمون بتزيينها بأرقى الآثار الفنية في العالم. في هذه الفترة أنشئت أجمل الآثار الإسلامية في غرناطة وقرطبة وبلنسيا وماجريت، وجامع قرطبة وقصر الحمراء لا يزالان يعدان من أروع الآثار المعمارية حتى هذا اليوم. أشرقت شمس الحضارة من هنا، فاضت الدنيا ضياء وسنا. كانت الأرض لقومي وطنا، فبنوا بالحق بنيان الهنا. يا ربوعا عاش أجدادي عليها آمنين، وأقاموا العدل بالنور المبين. أترى يأتي كعهد المسلمين. أشرقت شمس الحضارة من هنا، فاضت الدنيا ضياء وسنا. كانت الأرض لقومي وطنا، فبنوا بالحق بنيان الهنا. السلام عليكم أيها الأولاد. أنتم الأشبال، لقد عرفتكم بمجرد نظرة واحدة. رأيت صورتكم في الصحيفة، ولكن أخبروني لماذا تأخرتم كثيرا؟
معذرة، تعطلت بنا الحافلة في المغرب فلم نجد بدا من الانتظار، فاضطررنا للتأخر يوما آخر حتى يتم إصلاحها. على كل حال حمدا لله على سلامتكم، المهم أنكم وصلتم إلى إسبانيا بخير وسلام. أنا اسمي عمار وسأكون دليلكم. مدة وجودكم في أرض الأندلس ينبغي أن أقول لكم يمكنكم أن تسألوني عن حضارة أجدادكم، فأنا أعرف هذه البلاد بآثارها ومساجدها وقصورها كما أعرف راحة يدي. بني قصر الحمراء في القرن 13 الميلادي من قبل محمد الأحمر، وتقع قاعة العرش وسط البرج الكبير، وتعرف الحديقة التي تتوسطها البركة بحديقة أشجار مرسين لكثرة أشجارها، وهذا ديوان الأختين. وأما ساحة الأسود فقد سميت نسبة إلى الأسود التي تحمل البركة، وقديما كان في هذا المكان مسجد فهدم بعد أن خرج المسلمون من الأندلس، وأقيم مكانه معبد للنصارى حتى بنيت كنيسة سانتا ماريا قرب القصر. سنصعد الآن إلى برج القلعة الداخلية المعروف ببرج جو ماريس. هذه القلعة من أعظم القلاع التي خلفها المسلمون في بلاد الأندلس لقوة تحصينها وموقعها الاستراتيجي. تعبت كثيرا، إنني بحاجة إلى الطعام والراحة، انتظروني يا أصدقاء. اسمع جيدا يا عبد الملك، لقد تجرأت وخالفت أوامري أكثر من مرة، ورفضت أن تبدل دينك وحتى أن تغير اسمك. سأعطيك فرصة أخيرة، فإن قبلت تغيير دينك واسمك فإن من معك من المسلمين سيتبعونك، وإلا فسأريك ما لا يرضيك أو يرضي شعبك. فكر في صالحك وصالح قومك، وإلا فسأبيدكم جميعا. إنك مخطئ جدا أيها الراهب، إن شعبي قد آمن بالله وليس بي. لن أستطيع ولن تستطيع أنت وجلادوك أن تغيروا دينهم وأسماءهم، ولن ترهبهم تهديداتك مهما كانت. أنت تتحداني؟ سأريك حكمي. خذوا هذا الوغد إلى الجحيم ودعوه يموت ببطء، وعلموه كيف يتحدى أوامري. لا تقاوم، أحكم وثاقه. ابن الجدار أيها الحراس، والآن لك أن تستمتع بموتة هنيئة. كم قلوبهم قاسية، إنهم يدفنونه وراء الجدار وهو حي. ماذا قلت يا عبد الملك؟ أما زلت مصرا على الشهادة في سبيل الله؟
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا إلهي، اللهم أعني على أن أفك أسر أمير المسلمين الأمير عبد الملك. فريغتي القاعة، بإمكاني أن أنزل إليها. أيها الأمير عبد الملك، لقد قدمت إليك. هي ادفع الجدار برجليك، ساعدني. يا إلهي، إن الجدار قديم جدا وكأنه بني من سنين. يجب أن أخبر أصدقائي. نحن الآن في القاعة العلوية للبرج، وهي قاعة. كم كان عدد الأولاد؟ ألم تكونوا ثلاثة يا أولاد؟ فهمان؟ ها؟ الذي دخلت منه، لعل الرهبان أغلقوه. يا إلهي، لقد أحس بوجودي هنا. أخشى أن يفعلوا بي مثل ما فعلوا مع الأمير عبد الملك. على كل حال، لن أيأس وسأجد طريقة لإنقاذ الأمير. سآكل كي أفكر جيدا. لقد جاء الفرج. سأبذل كل جهدي لفتح الباب، فلا بد من إخبار الأشبال. أنا ضيف، لا دخل لي بالأمير عبد الملك، صدقوني. أنا مجرد زائر وسائح. ما أشد غبائي، إنها ذراع فتح الباب. أبشر أيها الأمير عبد الملك، ستأتيك النجدة حالا على يد فهمان. أرجو أن أتمكن من فتح الباب. لك الحمد يا رب، بدأ الباب ينفتح أخيرا. يبدو أنه كان مغمى عليه. قل لي ماذا حدث لك؟ لقد وجدتك متمددا على الأرض. علينا أن ننقذ الأمير عبد الملك، لقد حكم عليه الرهبان بالموت البطيء. ماذا تقول؟ ومنذ متى تعرف الأمراء؟ ربما تأثر لما قرأ عن محاكم التفتيش في كتاب ممتاز، فرأى حلما حين أغمي عليه. لا، أنا لم أرى أي حلم. رأيت الرهبان يحاكمونه في الدهليز السري، ثم بنوا عليه جدارا ليموت. عن أي دهليز سري تتكلم؟ ومن هؤلاء الرهبان الذين يحاكمون؟ سترون الآن بأم عيونكم. هنا كان الدهليز السري، ومن هنا دخلت إلى محكمة الرهبان. إنني لا أرى دهليزا ولا مهليزا. كف عن ذلك يا فهمان. طبعا إنك لن ترى ذلك، ولو رأيته أيها الذكي لما كان سريا. لكم أن تضحكوا الآن، لكن ستغيرون رأيكم حين أفتح باب السرداب السري. أنا هنا ولا أدري لماذا لا يفتح الآن. اهدأ يا فهمان،
إنني أعمل هنا منذ سنوات كثيرة، فلو كان هناك دهليز سري لعرفته. ومنامك نابع من حبك لتاريخ أمتك وتأثرك به، وأرى الآن ضرورة أن تقلع عن اعتقادك بأن ما رأيته كان حقيقة. فعلني فضعت أعمال المحكمة التي في الدهليز يا أستاذ، ويبدو أنه منام كما ذكرتم. المنام الذي رآه فهمان ذكرني بحوادث مرعبة جرت هنا حين سقطت آخر دولة إسلامية في الأندلس. نعم، أجبر الناس على تغيير دينهم ولغتهم، فمن رفض ذلك نفي، وكثيرا ما كانت ترسل جموع من الذين يرفضون إلى محاكم التفتيش. لقد كانت محاكم ظالمة تنتهك فيها كرامة الناس. أجل، لقد حصدت هذه المحاكم آلافا مؤلفة من المسلمين، كما أنها أسقطت صرحا حضاريا عظيما بناه أجدادنا في شبه جزيرة الأندلس. حقا إنها مأساة أمة. أرجو أن تستفيد البشرية من درس الأندلس الذي دفعت ثمنه غاليا. أرجو أن ينجح الناس في العيش بسلام على هذه الأرض. ألا تحسون بشيء من الحر؟ أظنكم لا تمانعون إذا تناولنا شيئا باردا. طبعا بكل سرور. أتقبلون ذوقي؟ ما رأيكم بالآيس كريم؟